جميل أن يبلغ العلم وأن ينشر على الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة، وذلك بعد أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي الصحيح. فإن تبليغ العلم من أجل العبادات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما أتاه وفد عبد القيس فذكر لهم ما يتعلق بالعقيدة وبالأحكام قال عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، من وراءكم أي من حيث الزمان، ممن يأتي من أبنائكم أو من حيث المكان ممن أتيتم منهم من بلدكم. وفي رواية البخاري: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم.